هذه الشركه 36 سنه، وكاين الناس اللي عندها 44 سنه في هذه الشركه، وقل نسبه العمل في هذه الشركه كاين الناس عندها 30 سنه. انا اول مره دخلت خدرت هنا، خدمت مع التازي الكبير، باهم الله يوليه بالرحمه الله ويرحم الامه كامله الله يوليهم بالرحمه. جا ولدو رشيد التازي خدامين معاه، و36 عام اقل، وهي طالعه تلك 40 سنه، وحنا مستمرين في هذا العمل بالنضال ديالنا والمجهود ديالنا. ملي كانت الطفوله عندي بنت 12 عام ما عندناش حق نخدمو، ورغم ذلك خدامين على والدينا وعلى وليداتنا وعلى كل واحد، والانسان والمتطلبات ديالو فين خدامين. حاليا ولينا مجهولين، ولينا بحال العبيد في هذه الشركه هذه، العبيد حاشا ولي يتمثل الله، يبقاو العبيد حتى لحدا. كان العبيد في ايام الجاهليه، دابا اللهم لك الحمد احنا حر، ورغم ذلك خدامين في هذه الشركه، وتنعطيو في هذه الشركه، ومازالين تنعطيو في هذه الشركه. اللي القلب تيضر وتيرجع دم وتيرجع مر، وهو رجعنا للشارع، لقينا راسنا ما بين ليله ونهار في الشارع، جينا نخدموا على اساس احنا خدامين. ترونسبور غايجيو واقفين واقفين يا 10 يا 11، ما جاناش ترونسبور، وجميع الجهات جايين على رجلينا، يا من الحاجب يا من اكوراي يا من مرجان يا من لوزين، من جميع انحاء اي مدينه جينا على رجلينا. دخلنا لقينا الباب مسدود ديال الشركه، ما كاين لا رب العمل، ما كاين لا بيرسونيل، لا اداره، لا والو، لا مدير. خدمنا، دخلنا نخدموا غير حنايا، دخلنا ما لقيناش مع من نخدموا، ما كاينه لا سلعه لا فورميتور لا اداره لا حتى شي حاجه، غير حنا حاشينا حاشاكم. فهنا بحال البهايم، وسدوا علينا ومشاو. فينا هو ترونسبور؟ فينا هو رب العمل اللي دابا عليه 6 شهور ما شناش؟ رسلاتو السلطات باش يجي ويتحاور معنا على شد الشركه علينا. فينا هي الخدمه؟ فينا هي استمراريه ديال العمل؟ ما كاينه استمراريه، ما كايناش حتى النيه ديال استمراريه ديال العمل. سمعني يا سيدي الله يعطيك الصحه، اش غادي نقول لك اللي هو مهم؟ حنا باغيين استمراريه ديال هاد الشركه ديال 40 عام ديالنا، فين مشات؟ وحنا يا خدامين كنا مع التازي، التازي جاب لنا اللي هو رب العمل كبير في الشركه على برا، اللي هو لوي مينوغ، شركه على براوية. حاليا بقينا تنطلبوا على الخلاص، خدمنا شهر 8 شهر 9 وشهر 10 ما تخلصنا، يخلصنا هاد السيد، حنا خدامين ما تخلص. لا يعقل هاد الشيء هذا، انني خدمت باش نجي نتخلص، جا فوجينا المدارس والطريطات ديال البنك، اي وحده تلقى عندها الطريطه ديال البنك، اي وحده عندها ولادها المدارس تقريهم، فين غنمشيو؟ نمشيو للشارع. السلطات دابا حاليا تتهددنا، تتقولنا هبندو وصمدو، كثر من هاد الصمد، لان جيبي تقاصلي، ما عندي ما ناكل، ماشي انا تنهضر على راسي، تنهضر على الامه كامله، ما عندناش ما ناكلو، الطريطات من بعد 3 شهور البنك دير لك الحجز على الديور، فين غنمشيو؟ فين غادي نمشيو اسيدي؟ وسمح لي لا رفعت صوتي وغوت، انا مصابه بالسكر، كاينين ناس هنا مرضين بالسرطان، كاينين هنا مرضين ناس بالدياليز، ما لاقينش باش يصفيو. هي واحد الاخت عاد ماتت، هي عاد ماتت، هادي هذا الشهر الثاني باش ماتت هاد الاخت، فين غنمشيو اسيدي؟ الضمان الاجتماعي اللي هو ديالنا اجباري، وسيدنا الله يطول عمره والله يشافيه لينا. تنطلبوا من العاجل سيدي ربي الحبيب يشافينا وينظر من هذا الحال لهاد الامه، اللي هو الضمان الاجتماعي تيقطعوا لي من الماندا ديالي، وفين تيديروا؟ تيديروا في جيبو، فين تيدير هاد الضمان الاجتماعي في جيبو؟ انا كبرت باغا نتعالج وباغا نداوى وباغا نتبع ولادي في المدارس، ما لقيتش الجهد، الجهدي جهد الله سبحانه وتعالى. تنطلبوا من السلطات وتنطلبوا من سيدنا الله يشافينا في اقرب وقت، ينظر من حال هاد الامه. ما بغيناش نخرجوا للشارع، راه نفوتوا الشارع من لهيه. رغم ذلك تنقولوا السلطات يدها طويله، ولين يدها طويله تكون تاع لهاد الامه هادي، تشوف من حالنا ومن حال وليداتنا. الناس مرضات، ما لقينا ما ناكلوا، ما لقينا ما نشربوا، والطريطات فين غنمشيو؟ راه غدا بغدا هاد الشركه غتقسم وغتولي كل واحد يشد نصيبه. سمعتينا سيدي؟ اللي هو حال كلمه واحده المفيده اللي بغيت نقول لك، ان هاد الشركه فوت العالمي التازي لوي مينوغ، قال لك رب العمل شركه كبيره برا، ما قلنا ما كاين مشكل، بغينا استمراريه، بغينا نخدمو مع من نخدمو. ولا جا مدير اخر اللي هو الانصاري، راه معروف في البلاد، من مور الانصاري جا المراني، جا واد المراني، ها هو جا حاليا فينا هو نشوفوه. حنا بغينا استمراريه، بغينا نخدمو، ماشي بغينا غير الاجر ولا بغينا لامو، بغينا استمراريه، بغينا ناكلو، بغينا نخدمو. حنا ضعنا هاد السيد جابوه خدمنا معاه،
خدمنا مع سيدي دابا 3 سنين. 3 سنين ما تخلصش الضمان الاجتماعي على 3 سنين ديال ويليام، هي 6 سنين. هاد المادة 19 اللي جابوا لنا وحمات لي الأقدمية ديالي، 6 سنين ما خلصتليش الضمان الاجتماعي، عام ما تخلصليش لامو. هاد السيد كيقول لك الشركة ما كتنتجش، العمال ما كينتجوش، دانا 3 شهور ديالنا تخلص. منين هاد السيد حنا ما كننتجوش، منين جاتو 4 مليار باش تفوتات له الشركة؟ هاد السيد اللي ما كيخلص لا ضمان اجتماعي ما عندوش، ترونسبور كيتسال، لامو كيتسال، منين جاتو 4 المليون باش خلص، باش 4 المليار باش خلص الشركة؟ هاد التساؤلات كلها كيتسائلها بنادم. ملي كهضرنا على حقنا كنسموه حنا فوضويين، حنا حقنا ضاع، حنا كنطلبوا باغيين نخدموا، باغيين نعيشوا ولادنا، احتالين مصيرنا ولا مجهول، ما بقيناش عارفين مع من كنخدموا. واحد كيبيعنا لواحد، واحد كيفوتنا لواحد، وهاد المادة 19 أنا ما حماتنيش، ضيعتني في حقي وفي صحتي وفي طفولتي. من فوقاش تقريبا أنت خدامة في هاد المعمل هذا؟ خدامة 30 عام من 1990، من جات تازي، أنا وتازي جينا في عام واحد، مشات تازي ولا شريك آخر الأنصاري ويليام، من مور ويليام دابا من شهر 5 لهنا باعها الجواد المراني. حنا ولينا أكثر من عبيد، كيتباع ويتشارى فينا وما سايقينش الخبار في مرة. حنا مصيرنا معامل. شنو كتطلبوا دابا؟ حنا كنطلبوا 6 سنين ديالنا ديال الضمان الاجتماعي، شكون اللي غيعطيها لنا؟ اللي صحتنا مشات، تعويض لي الأمومة، تعويض اليومي ديالنا مشى، عام ولامو ما كيتخلص بلا اللي قديم. كاينين اللي مشاو فتحوا وخلصوا الشيكات من عندهم، هزوا كريديات من ابناك باش عالجوا راسهم بعمليات، شكون اللي غيعطيهم هادشي؟ حنا واحد كيفوتنا لواحد وحقنا مهضوم، حتى لين غنعيشوا؟ اما نعيشوا بكرامتنا وبحقنا ونخدموا نعيشوا ولادنا، اما نموتوا عندنا في ظل الموت، راه عندنا رحم من هاد العيشه اللي حنا عايشينها. اللي هو النداء اللي تنطلبوا دابا حاليا، وتطلبوا هاد الامه كامله، تنطلبوا من الحكومه القديمه اللي هي كانت حاكمه وكان الملف ديالنا مازال عندها ومازال ملفنا تطال عليه، تردوا الحكومه الجديده، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى والحكومه الجديده وسيدنا ينضرب في هاد الملف. وتنطلبوا ثاني حاجه هاد الملف الحكومه الجديده تنضر فيه الحال، وتنضر فيه وتعاود تنضر فيه، لان هاد الامر هذا صعيب. هاد الدياب اللي في هاد المدينه هادو راهم دياب تينتشو فيه كل بعض، اللي بغى شي هبره تينتش فيها. حنا ما تنتشو بعضياتنا، اللي تنطلبوا وانا تنعاودها وتنكررها، تنطلب من سيدنا ومن الله سبحانه وتعالى ومن الحكومه القديمه ومن الحكومه الجديده تكمل هاد الملف ديالنا، وهاد الامه ما تضيعهاش الشانطي، ما تضيعش هاد الامه هادي كامله في الشانطي. راه غدا وبتغدا اقسم بالله العلي العظيم وتنشهد بها حتى الغدا امام الله، الا ما غتولي هادي روضه، غتولي هادي روضه نتدفنوا هنا. ما عنديش امر نمشي لداري، ما عندي ما نعطي لا لولادي لا انا لا الاخرى ولا الاخرى، اش غنوكلوا هاد الدراري؟ وهنا مره ثالثه تنقولها، تنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن الحكومه القديمه ومن الحكومه الجديده والسلطات ينظروا من هاد الملف هذا ويفكوه. حنا باغيين استمراريه، باغيين ناكلوا طرف الخبز، باغيين نخدموا على وليداتنا، ما باغيين حتى شي حاجه، واللي هو قوي الله فوق منه. والصلاه والسلام على سيدنا محمد.